السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد. لو أنا عايز أعمل 3 لمبات زي كده أو 4 حسب ما أنت عايز من طرف كابل زي ده كده أهو، أو أي كابل، المهم إنك أنت إيه تجيب سلك لو عدد كبير تحمل. السلك على الدويل، الدويل ليه مسمارين، الدويل ليه مسمارين، ليه مسمارين، واحد كده وواحد كده ماشي، كل لون ماشي كده حسب ما هو ماشي كده أهو اهو لغايه الاخر. واخد السلك دويل، واخد سلك كده مكمل تاني، اللون مثلا الاخضر من الناحيه دي، من الناحيه دي، واللون الاصفر من الناحيه دي، لغايه الاخر. هعمل لها فيشه وهتشتغل معانا، هرجع لك في ثواني. عدنا لحضراتكم وهي الفيشه بتاعتها، واهي احنا بقى لو عايزين نشغلها هنشغلها اهي، جميله جدا. هنا حاطط لك فيها 3 لمبات، لو عايز تفتح تعمل فيها مفتاح، هنا هتفصل طرف من الطرف، دول الاطراف اللي هنا مفتاح فصل وقفل، حاجه سهله جدا جدا. انتظر مني هعمل لك زي مشترك كده على بوطه صغيره او وش ان شاء الله، سهل جدا جدا. الى اللقاء، فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.